لا ما في كمان واحد بزين هاي مرة الجبل هذا اللي وهيك شو هذا الشعب يخرج اليوم ليؤكد تمسكه بأرضه بحقوقه بثوابته بحقه في العودة وأنه يلتف حول خيار المقاومة وأنه يقول للمرجفين والمبطلين والمطبعين أنه على الطريق سائر بإذن الله سبحانه وتعالى دون تردد أو تراجع مهما عظمت التضحيات. وين 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 يلا شباب تمام.